السلام عليكم، اهلا بيكم في مامي فود. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض شويه معجنات تحفه جميله جدا من لا شيء. هيبقى عندي 3 انواع من المعجنات ناجحه بدرجه 100%، شويه اسرار جميله جدا النهارده هنقولها عن المخبوزات والمعجنات. تابع معايا الفيديو هتلاقي فيها حاجات تحفه، هنعمل منها ميني بيتزا، هنعمل منها كمان سمايل فيس زي ما حضراتكم كده شايفين عشان فرح الاولاد، ميني ساندويتش، ميني خبز البرجر، حاجات جميله جدا من لا شيء. ان شاء الله كده هتلاقي عندك كميه مهوله جدا من المعجنات. يلا بينا تابع معايا الفيديو وشوفي المقادير وطريقة التحضير. السلام عليكم، ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض ميني بيتزا في منتهى الجمال، جميله جدا جدا وباشكال تحفه وجميله خالص. يلا بينا مع بعض نشوف طريقه التحضير والمقادير، وان شاء الله هتبقى تحفه وهتعجبكم جدا، قطنيه جدا جدا وهشه جدا جدا وفيها اكتر من مكون سحري. يلا بينا مع بعض نشوف المقادير وطريقه التحضير. معايا هنا 2.5 كوباية من الكوبايات المعياريه او مجات الشاي العاديه جدا الشفافه، 2.5 كوباية من الدقيق. معايا كمان يفضل يكون دقيق مخبوزات وبيتزا. معايا كمان هنا 0.5 معلقة صغيرة من الملح، كمان معايا 1 معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعايا 1 معلقة كبيرة من السكر. تمام، هبدأ انزل بيهم على العجينة بتاعتي على الدقيق بتاعي. تمام، كمان معايا 1 معلقة كبيرة من التوم الباودر والبصل الباودر، يعني نقدر نقول 1 معلقة صغيرة من كل نوع منهم، يعني بيدي مذاق تحفه جدا. وكمان معايا في حدود 1 معلقة صغيرة من البيكنج باودر. تمام كده انا خلطت المواد الجافه كلها مع بعض. معايا مكونات البيتزا اللي عندي عفوا، معايا بسطرمة، ايا كان بقى النوع اللحوم اللي معايا او مفيش خالص، مفيش مشاكل خالص، بسطرمة، سجق، يعني سوسيس، المتوفر عند حضرتك او حتى اي نوع من انواع السي فود مفيش مشاكل خالص. معايا كمان جبنة موتزاريلا، معايا مجموعة من الفلفل الالوان، ومعايا طماطم مقطعة، طبعا يفضل تكون طماطم فيليه، يعني بكون شايلة البذر بتاعها منها. معايا صوص البيتزا. تمام، احنا بقى نعمل مره مع بعض صوص البيتزا، هو بسيط جدا جدا، يعني ممكن نستغنى عنه بكاتشب، بصلصه، اي حاجه، المهم ان انا يكون معايا صلصه للبيتزا. تمام، هبدا بقى اقول المكون السحري بتاعي اللي هو في حدود 0.5 كوباية من البطاطس المسلوقه المهروسه الدافيه او فيها سخونه. كمان هبدا اعجن كده وهبدا انزل ب0.5 كوباية كمان من ميه السلق بتاعتها. واعجن، اكمل العجن، ولو حاسه ان انا محتاجه ازود ميه بزود ميه دافيه عاديه خالص. لغايه ما تلم معايا العجينه بتاعتي، وكمان بنزل حدود يعني 0.25 كوباية من الزيت، زيت العباد او زيت الذرة. وعجن لغاية لما تبقى معايا عجينة سلسة كده. وبعد ما خلصت العجن بتاعي هبدأ ان انا اجيب كيس ثلاجة واحطه في ايدي كده نقطة من الزيت في عباد او في الذرة، وهبدأ ان انا ادخل العجين بتاعي جوه كيس الثلاجة. ليه؟ لان في ناس كتير بتقول ان هي ما تعرفش يعني ايه ستريتش راب، او ما عندهاش ستريتش راب اللي احنا بنغلف فيه، فما فيش مشاكل خالص. فانا هقفل على العجين بتاعي كده، هشيل البولة دي خالص وهسيب العجين بتاعي كده في كيس الثلاجة
تمام، هسيب له فراغ كده علشان الاختمار، هسيبه لغايه اما يختمر، وبعد ما يختمر احنا نرجع تاني مع بعض ونشوف بقيه الطريقه ايه. اظبط الدنيا هنا، وعلى لما تختمر نرجع تاني مع بعض ونشوف ازاي هنكمل الميني بيتزا بتاعتنا. يلا بينا. ودلوقتي العجين بتاعي اختمر، لو ناخد بالنا الكيس نفسه منتفخ علشان الهواء اللي بدأ يكون متكون جوه عندي، لان الخميرة طبعا كائن حي وبيتنفس، فبدأت ان هي تختمر وحجمها تضاعف. هبدأ بسم الله الرحمن افتح كده، وهبدأ اخد العجين بتاعي عشان ابدأ اقطعه. بفضل ان انا اجهز كده رشة صغيرة كده من الزبير، وهاخد الجزئية اللي هشتغل فيها فقط، والباقي هسيبه عشان برضو مخرجش الهواء بتاعه منه. تمام، هبدأ بسم الله الرحمن. حجم بقى الميني بيتزا اللي انا عاوزاه، طبعا انا حبة كبير، حبة متوسط، حبة صغير، بس برأيي ان هي لما تدخل الفرن هتختمر تاني. الرحمن الرحيم. هبدأ اخد القطعة بتاعتي، بحاول ان انا اخلي القطاع بتاعتي يكون طرفها كده موجود في الدقيق عشان ما تلزقش في العجين بتاعي. بسم الله الرحيم. هبدا ان انا اقطع، هشيل بقى القطع بتاعتي دي وابدا ان انا احطها في الصينيه بتاعتي. انا اوريدي مسخنه مجهزه الصينيه بتاعتي، ودهناها مسحه كده من اي نوع دهون موجود مع حضرتك، سمنه، زيت، زبده، المتاح. وهبدا اخد قطعه قطعه كده وابدا احطها في الصينيه بتاعتي واظبطها، لاني لما بشيلها طبعا بتتعود معايا، فانا بظبطها في الصينيه بعد كده، وابدا اخد وهكذا اجهز القطع بتاعتي، وبعد كده نرجع تاني. ودلوقتي انا خلصت البيتزا او الميني بيتزا بتاعتي، وهبدا انزل بفرشه كده من صوص البيتزا او الصلصه الموجوده معايا. ان شاء الله مره تانية نبقى نعمل مع بعض صوص البيتزا، لانه له قواعد واصول بيتعمل بيها صوص البيتزا الحقيقي، يعني مش اللي احنا بنستعيض عنه بيها. ودلوقتي بدات ان انا اعمل جرنشه كده للميني بيتزا بتاعتي. استخدمت الزيتون، انا نسيت اقوله في المقادير، زيتون فيليه بكون مجهزاه معايا لونين اخضر واسود، فبستخدم بقى الزيتون الفيليه ده. عملت منه زي عينين كده، وخدت الجبنه الموزاريلا عملت منها زي مناخير، والبق كده اللي هو خدت برده قطعه من الفلفل الاحمر عملتها زي السمايل كده، زي موشن كده بيضحك، ونفس الطريقه برضو عملت هنا. والشعر عملته من البسطرمه، يعني بنحاول ان احنا ندخل البهجه والسرور على اولادنا باي طريقه. اما بقى بقيه الميني بيتزا اللي عندي، فانا هعمل لها جرنش كده عادي جدا، طماطم، زيتون فيليه اخضر واسود، وكمان فلفل الوان، وهكذا. يعني بتبقى كل واحد تبع بقى ايه رؤيته الشخصية. يعني هكمل بقى الكمية بتاعتي ونرجع تاني، لان عندنا تشكيلين تانيين عايزين نعملهم مع بعض، ان شاء الله هيعجبوكم جدا جدا. هخلص الكمية بتاعتي عشان ابدأ ادخلها الفرن، ونرجع تاني مع بعض ونشوف بقية التشكيلات اللي معايا. ودي الميني بيتزا بتاعتي، انا اوريدي مسخنه الفرن على اعلى درجه حراره فيه، فهبدا ان انا ادخلها الفرن تستوي، وبعدين هنرجع تاني مع بعض ونشوف بقيه التشكيلات. بحطها على فكره على الرف الوسطاني او على شبكه الفرن.
تمام، مش هتاخد اكتر من 10 12 دقيقة. وحابه ان انا استغل بقى العجينه الجميله القطنيه الهشه دي في حاجات جميله جدا. هبدأ بسم الله الرحمن، ياخد قطعه كده، هبدأ اشكل. هعمل ميني برجر، نحاول تكون المقاسات الى حد ما متقاربة او متناسقة او متساوية يعني. حبيت اعمل بيها التشكيل ده بعد البيتزا، بعد الميني بيتزا، علشان تاخد وقتها في الاختمار. وهكذا هكمل الكمية ونرجع تاني. وعملت كمان ميني ساندويتش كده، هبدأ برضو احطه في الصينية بتاعت الخبز بتاعتي اهو، بعمله كده. عشان ياخد الشكل معايا هبدأ برضو ارصه في الصينية. وهكذا هخلص الكمية بتاعتي، وبكده اكون عملت من عجينة واحدة 3 اشكال. يلا بينا نخلص الكمية واسيبها تختمر عبال ما اخرج الميني بيتزا من الفرن. ودلوقتي بعد ما خلصت الميني برجر وميني ساندويتش، هبدأ ان انا انزل على كل واحدة منهم بالفرشة كده، فرشة من البيض، برب بداية كده مع رشة من النسكافيه عشان اضيع ريحة الزنخة بتاعت البيض والصفارة بتاعته. وهكذا هكمل الكمية بتاعتي كلها، وحددهم كده رشة سريعة من السمسم، وهسيبها تختمر في حدود 10 دقايق كمان. وبعد كده هخفضها برضو على اعلى درجة حرارة بقى في الفرن، اعلى من درجة حرارة البيتزا كمان، في الرف الوسطاني. مش هتاخد مني برضو وقت طويل خالص طبعا، يعني كل واحد تبع درجة حرارة الفرن بتاعه. انا كده خلصت الكمية بتاعتي، هبدأ انزل برشة السمسم. بسم الله الرحيم، خلصت الكمية بتاعتي، وبعد ما تختمر هدخلها الفرن على الرف الوسطاني على اعلى درجة حرارة، وبعدين هنشوف الشكل النهائي للمخبوزات بتاعتنا كلها ان شاء الله. يلا بينا. واخيرا وليس اخرا، خلاص خلصنا الميني بيتزا بتاعتنا، جميلة خطيرة تحفة. حابة ان انا اوري حضراتكم القاع بتاعها كمان، زي الفل ما شاء الله، هشة جدا، طرية جدا، سريعة جدا، منجزة معايا. مش بس ان انا ممكن اعملها كمان للولاد في وجبة عشاء او وجبة غدا، لا ممكن كمان ان انا استغلها في حفلات، في بوفيهات، في حاجات جميلة جدا. كمان معايا الميني ساندويتش اهو معايا، والميني خبز للبرجر، الميني برجر اهو زي الفل ما شاء الله. القاع كمان زي الفل ما شاء الله. كمان معايا ميني ساندويتش جميل وهش جدا خفيف، ميني خبز بتاع الميني برجر تحفة وجميل وهش جدا وطري جدا. دلوقتي بقى هنشوف مع بعض الشكل النهائي للحاجات الجميلة، التشكيلة التحفة بتاعتنا في طبق التقديم. عملنا من كمية بسيطة جدا جدا 2.5 كوباية فقط لا غير، عملنا منها 3 انواع من المعجنات احلى من بعض واشيك من بعض. يلا بينا دلوقتي مع بعض نروح في طبق التقديم ونشوف شكله الجميل معانا ايه.
وده الشكل النهائي للميني بيتزا بتاعتي والميني ساندويتش والميني الخبز بتاع البرجر. جميل جدا. من 2.5 كوباية دقيق عملت 12 ميني بيتزا، عملت 8 ميني خبز للبرجر، عملت 7 ميني ساندويتش، يعني من لا شيء عملت كمية مهولة جدا جدا. يا رب كده نتشجع ونحاول احنا نجرب ونفرح اولادنا. حاجات بسيطة جدا بندخل بيها البهجة والسرور على اولادنا، كمان انا ضمناها متأكدة منها من نظافتها 100%، عاملاها بايدي، ما خدتش مني وقت خالص، ما كلفتنيش حاجة خالص. ان شاء الله باذن الله في فيديو قريب جدا جدا هنبقى نعمل الميني برجر مع بعض والبرجر، وهنشوف ازاي بيتعمل سواء كان برجر لحمة او فراخ. كمان هنعمل حشوات كتير جدا 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 للساندوتشات والميني ساندويتش. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، اتمنى اكون ضيفة خفيفة على حضراتكم. اللي عجبه الفيديو بتاعي يا ريت يعمل لايك ويعمل شير عشان اكبر عدد من الناس تشوف وتستفيد بالمعلومات اللي احنا قلناها النهارده. ولو ما كنتيش مشتركة معايا في القناة يا ريتك تعملي سبسكرايب وتنوريني فيها. اسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.